قال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الله البعينين إن صدور قانون الأسرة بشكل موحد بنسبة وصلت إلى 70% من الأحكام بين المذهبين السني والجعفري مع مراعاة الاختلافات الفقهية بينهما في باقي أحكامه، يعكس أن مساحة الاختلاف بين المذاهب الدينية ليست بالشاسعة، وأن ما يجمعنا من تطابق هو دائم المجال الأوسع. وأوضح البعينين أن المصادقة الملكية السامية على قانون الأسرة تمثل إضافة نوعية بارزة للتشريعات البحرينية، لافتا إلى أن مصادقة عهد البلاد المفدى على القانون يؤكد تعزيز ثقة المتقاضين بالمحاكم الشرعية. هذا وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء حريص على ترجمة توجيهات عهد البلاد المفدى، حينما أكد على أن قانون الأسرة يمثل مطلبا أساسيا لتعزيز كفاءة القضاء وترسيخ ضمانات حماية حقوق المتقاضين والحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء حريص على أن تنفذ التوجيهات الملكية السامية ويعتبرها على رأس أولوياته. وأضاف البعينين أن قانون الأسرة لم يكن يرى النور لولا رؤية الملكية الثاقبة، والتي حرصت من اللبنات الأولى لمشروع القانون على أن يكون القانون متطابقا مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، حيث كان لتشكيل اللجنة الشرعية وفقا للأمر الملكي رقم 24 لسنة 2017 الدور البارز في ذلك، مشيدا في الوقت ذاته بالدور البارز لصاحبة السمو الملكية قرينة عهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي استطاعت من خلال مساعيها الحديثة الارتقاء بمستوى الحماية والرعاية التي تحظى بها الأسرة البحرينية.